عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس. نتمنى نلقاكم على خير بالصحة والعافية يا رب للجميع. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس القدام ومرحبا بالناس الجداد، ومرحبا بكل شيء، بالحباب كل شيء، مرحبا بكل شيء. اليوم جيت نصاوب معاكم، نشارك معاكم واحد الكعكعات كيجيو زوينين مالحين. الناس اللي كيبغيو الملوحية وتيبغيو الحرورية في المملحات، انا جيت نصاوب معكم ان شاء الله واحد الكعكعات. ندوزو المقادير ان شاء الله. عندي هنا بيضه، معلقه ديال الزبده نباتيه، معلقه ديال السنيده صغيره، جوج فرماجات متلتين الجبن المثلث. عندي هنا الضامه ديال البنه، عندي الضامه ديال الزعفران، وعندي الضامه ديال الربيع. عندي هنايا غناخد شويه ديال الهريسه، يعني غندير نص معلقه في الخليط والنص الاخر غادي نديرو في العجينه اللي غادي نديرها ديال الهريسه. وعندي هنا شويه الملحه، وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت الروميه، نص كاس ديال الماء عادي، ونص خماره ديال الحلوه ديال 8 غرام غناخد النص ديالها. والخليط داكشي اللي جمع ليا الفورس، داكشي اللي جمع ليا الخليط، ما غاديش نقدر نعطيكم العبار، داكشي المهم اللي جمع ليا الخليط. وغادي العجينه غنخلطها كامله وغنقسمها على ثلاثه. العجينه الاولى غندير فيها الهريسه غنزيدها فيها، والثانيه غندير فيها الزعتر باش يجيو النكهات مختلفين، والثالثه غنديرها بالفرماج الاحمر. المهم هادشي كيبقى اختياري، بغيتو تجمعوا هادشي كامل وديروه في العجينه وحده، يعني الاختيار لكم. بغيتو تقسموه بحال الشكل اللي غندير، المهم هانتوما ان شاء الله معايا. العجينه تقريبا هزت لينا 500 غرام ديال الفورص، غنقسموه على ثلاثه. بسم الله، هادي غندير فيها الزعتر، وهادي غندير فيها الهريسه، وهادي غندير فيها الفرماج الاحمر محكوك. المهم هانتوما معايا ان شاء الله. عندي هاد القطاعه غنقطع بها وحده، والاخرينات غنقطعهم بالجرار. Thank you.
وديك العشينه اللي شاطت لينا ديال الطابع اللي طبعنا وداك الشيء اللي جمعناه غنديروا به دابا يا بحال حليبلات، ومن بعد غندخلوهم للفران بحال الشكل ديال الفقاس ونقطعوهم، يعني نشمعوهم ونخرجوهم ونقطعوهم بالمقص وعاود نعاودو نردوهم للفران يتحمروا. هانتوما معايا ان شاء الله. هادو هما الكعكات ديالنا، تيجيو على هذا الشكل هذا، نتمنى يعجبوكم. هادو ديال الزعتر وهادو ديال الفرماج، تيجيو زوينين في الحقيقه. وهادو ديال الهريسه درناهم على هذا الشكل طوال باش يبان الاختلاف. وهذه ديك العجينه اللي كانت شاط لينا ملي كنطبعوا وكتشات، جمعناها ودرنا بها حريبلات، راه شفتوها معايا في الفيديو، وقطعناها دخلناها صهطناها في الفران وقطعناها بالمقص وعاودنا رجعناها تحمرت شي شويه، كتجي زوينه بصراحه. واللي بغى يسهل كاع ويدير غير هاد الطريقه، يعني الاختيار لكم. احنا بغينا ننوعوا شي شويه، اربعه تشكيلات خرجت من ديك العجينه ومختلفه في المذاقات، يعني كل وحده والمذاق ديالها، كيجي زوين بصراحه. نتمنى تجربوه ويعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا لي لايك، وما تنساوش الاشتراك، ونتمنى يعجبكم المستوى ديال القناه المحتوى ديالها، والصحه والعافيه ان شاء الله. وان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله غنصاوب معكم كيكعات حلوين، هادو مالحين، وان شاء الله المره الجايه نصاوب معكم كيكعات حلوين باذن الله. تبقوا على خير.